الناس المغرمين ما يعملوش كده، لكن اللي غير مغرمين وكلمات كتيرة جدا وأخبار متناثرة عن الأهلي جمعنا هلكو كلها في الغربال. سر التتويج القياسي، تتويج الأهلي ببطولة الدوري السنة دي تتويج قياسي، خلى الأهلي مش بس بيحسم البطولة لغاية لحظة الحسم بفارق 20 نقطة في رقم غير موجود بين أبطال دوريات العالم، لكن خلاه في أكثر من خانة بيتصدر قائمة أبطال الدوري في العالم من حيث نوعية الحجم والإنجاز. ماشي في نفس اللي بنتكلم عليه. ما هو أنت ليه الأهلي بقى كده؟ لأنه عنده ثوابت، عنده سياسة، عنده تاريخ، عنده جذور، معدلات نجاحه أكتر بكتير جدا 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 من الإخفاقات. أيوه. هنا ده اللي أنا قصدي عليه. اللي بيحب ما بينتقدش محبوبه عمال على بطال، انما يستمتع بنقاط التفوق ويدعمه ويديله ثقه انه يحقق مزيد من التفوق. طيب، بدايه الغربال حوار مهم جدا لنجم الاهلي ومعشوق جماهيره حسين الشحات. حسين الشحات واحد من ايقونات الانتماء للاهلي، وكلكم عارفين ضحى قد ايه وحلم قد ايه وسعى قد ايه علشان يرتدي الفانيلة الحمراء. بعد إصابة أبعدته طويلا عاد حسين الشحات، وفي حوار مهم له في جريدة الوطن بيقول: لن أبيع الأهلي ولو بملايين الدنيا، سنحصد كل بطولات الموسم بره وجوه، غيابي لم يكن بيدي وانتظروا الكثير بعد العودة، الأحمر لن يتأثر برحيل أي لاعب، أنا بيتوتي، لا أحب الخروج من المنزل كثيرا، الدوري هديتنا المؤمن زكريا، الاستقرار سر الفوز المبكر باللقب المحلي، فايلر لم يطلب مني شغل مركز أحمد فتحي، جاهز للمشاركة في أي مكان حتى لو طلب مني أقف جون. بسرعة كده؟ لن أبيع الأهلي ولو بملايين الدنيا، مصدقينك لأنك عملت كده. عمل كده. عمل كده. عمل كده، حط فلوس من جيبه عشان يجي النادي الأهلي، وفلوس كتير. أنا عارف. فلوس كتير. أكتر من 800 ألف دولار سابهم عشان يجي. أكتر من 800 ألف دولار سابوا حسين الشحات عشان يجي الأهلي. غيابي لم يكن بيدي، عارفين عملية وغصب عنك. الأحمر لن يتأثر برحيل أي لاعب بإذن الله. سنحصد كل البطولات يا رب. أنا بيتوتي، لا أحب الخروج من المنزل كثيرا. والله يا ريتك تفضل بيتوتي أنت وكل اللعيبة، ما تخرجوش إلا بالمعدلات المعقولة عشان الكرة حياتكو. الدوري هديتنا المؤمن زكريا، هذا هو عام مؤمن زكريا، حتى في بطولات الصالات، حتى في بطولات الانسات، شفت الباسكت البطلات وهم بيحتفلوا بطريقه مؤمن زكريا، يستحق المسانده والمؤازره. الاستقرار سر الفوز المبكر باللقب المحلي طبعا، فايلر لم يطلب مني شغل مركز احمد فتحي، وجاهز للمشاركه في اي مكان، وهو جوكر يستطيع انه يؤدي في اي مكان. الحمد لله على السلامة يا حسين، وننتظر منك الكثير جدا. لعيب مهم جدا، إن شاء الله بيحدث الفارق، نتمنى يرجع للمستوى بسرعة بإذن الله. طيب، عن هذا التتويج القياسي وسر فوز الأهلي بهذه البطولة بهذا الرقم الكبير من النقاط، فارق نقاط وصل ل 20 نقطة عند التتويج، كتب الناقد الرياضي الكبير الكابتن عصام عبد المنعم في الأهرام بعنوان فتش عن الإدارة. بيقول الكابتن عصام في أهرام الجمعة: مبروك على النادي الأهلي الكبير الفوز ببطولته المفضلة، الدوري العام الممتاز لكرة القدم للمرة 42 في تاريخه، وهو فوز مستحق عن جدارة. ورأي المتواضع أنه عندما يتحقق النجاح ويتواصل في أي من مجالات الحياة، سياسة، اقتصاد، أو تعليم، أو صحة، أو غيرها، عندها فتش عن الإدارة. وطبعا الرياضة ليست استثناء، فأي ناد أو اتحاد ناجح يكون السبب الرئيسي وراء نجاحه مجلس الإدارة. مجلس إدارة ممتاز والعكس صحيح، لما يتحقق فشل أو إخفاق فتش عن الإدارة. كلام قيل اليومين دول وهو ليس بجديد. وأنا دايما كنت بقول كده. ده كلام اليومين دول. يعني عند التتويج أنت يقعد الناس تنتقد النادي تنتقد النادي تنتقد النادي، تنتهي الأمور بفوز الأهلي، يرجعوا الفضل إلى الإدارة إلا حينتقدوها بكرة الصبح. كابتن عصام لأنه معايش وناقد كبير وأحد أبناء النادي الأهلي يعلم سر النجاح الإداري في النادي الأهلي، قال هذا كادر إداري كبير وكادر إداري كبير وفي كل مكان حقق نجاحات. فهو أنا بتفق مع كل كلمة. تمام.
الأهلي بكل إنجازاته لما يتصدر قائمة أبطال الدوري في العالم، لما تيجي تبص على مين بطل دوري بلده على مستوى العالم هتلاقوا الأهلي، مش بس لأنه الأكثر أو الأقدر على الحسم المبكر قبل 7 مباريات غيره عملها، لكن يحسمها قبل منها ب7 مباريات، يحتفظ باللقب للعام الخامس بفاصل نقاط عن الوصيف المناوش ليه ب20 نقطة كاملة، يتفوق على الوصيف التاريخي له ب30 بطولة كاملة، الأهلي 42 والزمالك 12، 30 بطولة كاملة في تتويج قياسي لم يتحقق لأي بطل في مسابقته المحلية على مستوى الكرة الأرضية كلها. ده النادي الأهلي، وده حجم النادي الأهلي، ودي قيمة النادي الأهلي، وده تأثير النادي الأهلي بقى في محيطه العربي، عشان تشوفوا يعني إيه القوة الناعمة، يعني إيه هذا النادي بهذه القيمة لما يكون له هذا التأثير في محيطه العربي والأفريقي وله هذه المكانة الدولية. نلاقي الزميل الإعلامي اليمني الكبير الأستاذ محمد العوالقي كاتب مقالة مهمة جدا نشرت في أكثر من موقع عربي مش مصري. ده الأستاذ محمد العوالقي كاتب أحمر يحمراني، مقالة مبهجة جدا لكل الأهلوية، وكاتبها الراجل بإحساس أهلاوي رائع، وبتلخص أسباب النجاح، وبتلخص أسباب النجاح، وبتكشف عن شكل الصورة اللي شايفها واحد من بره مش من هنا، مش متأثر بالكلام الفارغ ولا الاتهامات المتناثرة ولا الكلام الكتير اللي انتوا بتدوشوا نفسكم بيه، شايف الصورة من بره ازاي. الكاتب اليمني محمد العوالقي بيقول في مستهل المقالة: يتفق الناس على أمرين، الليل يعقبه النهار، والأهلي بطلا للدور المصري، حقيقة تؤكدهما دوران الأرض حول الشمس ودوران كرة القدم المصرية حول كوكب الأهلي دون منافس. عدة فقرات في المقالة: ليس ذنب الأهلي أنه يمشي واثق الخطوة كمالك متوج على عرش الكرة المصرية، ليس ذنب الأهلي أنه يتعاطى حبوب فتح الشهية محليا وأفريقيا فيبدو كل موسم جائعا وأكثر ضراوة وشراهة في التهام مائدة الكرة المصرية، ليس ذنب الأهلي أنه تربى على الثوابت الوطنية باعتباره حزبا رياضيا يمارس فيه الملايين من المصريين عشقهم وحبهم وانتماءهم وفقا وقانون الأهلي المتعارف عليه منذ أن انتصر هذا النادي للغلابة وجعل لهم وطنا كرويا يضاجعون فيه أحلامهم الممكنة دون قمع الرقيب الإنجليزي، ليس ذنب الأهلي أنه لا يتلون ولا يغير جلده ولا يبيع الوهم في حارة الخيال ولا يلوي ذراعه بالباطل، ليس ذنب الأهلي أن الذين تعاقبوا على قيادته إداريا جاءوا من داخل النادي وليس خارجه، ساروا على الصراط المستقيم دون لف أو دوران، والأهلي ينشغل دائما بمعانقة المجد كل موسم، لا يفتح بابه للتفاهات ولا يتعاقد مع اللاعب النطيحة أو المدرب المتردية، لا يثير ضجيجا ولا يدخل جدلا ولا يفقد أعصابه. ليست هناك مفاجأة في فوز الأهلي بالدوري المصري، بيستمر الكاتب اليمني محمد العوالقي، لهذا الموسم، فهذه عادة أهلوية قطعها عداوة، يعني ربنا ما يقطع لهاش عادة، وليس هناك فارق في النقاط عن أقرب منافسيه يدعو إلى تدوينه في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، فالأهلي هو زعيم تلك الأرقام بلا منازع، وهو الملك المتوج لكل موسوعة ترصد الخوارق، والسيد الذي تلامس مصفوفاته ومتوالياته عنان السماء. يؤمن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بأن الهدوء وضبط الأعصاب عاملان يصبان في مجرى سياسة النادي الأهلي منذ أن بني وأرسى السابقون قواعده الإدارية قبل 115 سنة. لم يخرج الخطيب عن الانضباط الذي فرضه كنظام لا يقبل المساومة، الكابتن المرحوم صالح سليم، لكنه أضاف إلى عمق الانضباط أخلاقه النادرة وحسه الفني كلاعب توجته المثالية نجما لمجرتها دون منافس. بيضيف الكاتب اليمني الأستاذ محمد العوالقي: الخطيب ظاهرة بحد ذاتها، ليس لأن نجوميته ونبوغه وعبقريته في الملاعب ماركة مسجلة باسمه فهذه المعلومة ليست محل خلاف، ولكن لأن الخطيب لا زال يحتفظ بشعبيته الكبيرة حتى الآن رغم مرور 32 عاما على اعتزاله كرة القدم
وهذه الشعبية التي يمتلكها بذكائه وحسن أخلاقه الرفيعة بمثابة استفتاء على نجاحه كرئيس للنادي الأهلي. غضب الخطيب كان في صورة عمل دؤوب. مع كل زوبعة كان الخطيب يرفع رقما ماليا هنا ويوقع صفقة هناك ولا يولي تلك الزوابع أدنى أهمية، ولكن احذروا الحليم الخطيب إذا غضب. غضب الخطيب كان في صورة عمل دؤوب في الكواليس حفاظا على توازن البيت من الداخل. لم يفرغ الخطيب غضبه وغيظه من شائعات وزوابع الحاقدين في مسجلات كلامية استهلاكية تستنزف تركيزه على منصات التواصل ووسائل الإعلام، فقط كان رده في الميدان بطولة وراء بطولة ولا منافس حقيقي يطوله. لم يول الخطيب عناية تذكر لتلك البراميل الفارغة التي تثير الضجيج، ليس لأنه من أنصار أن الصوت العالي يخفي حجمه حجة ضعيفة غالبا، ولكن لأنه يؤمن بأن هؤلاء الفاشلين والمشككين وفرسان الرغي ومحترف الثرثرة مدمنو جعجعة يحاربون طواحين الهواء. عندما يتعصب كل عربي للأهلي، دون غيره من الأندية العربية المشارقة منها والمغاربة، فلأن هناك أوقات كروية صعبة لم نكن كعرب نملك منها شيئا، وكان الأهلي السبب في إدخال الفرحة إلى كل بيت مصري وعربي. فلحظات الفرح القليلة التي عاشها العرب كرويا في العشرين سنة الأخيرة ارتبطت بالأهلي دون سواه، مع بالغ احترامي للآخرين فمحاولاتهم محفوظة ومحل تقدير على أي حال. ما أجمله من شعور عندما سينظر أي لاعب أهلاوي إلى أحفاده مستقبلا في جلسة سمر ويقول لهم: ذات يوم كنت لاعبا في الأهلي وكان رئيسي الكابتن محمود الخطيب. سيكون رائعا أن يعيش كل لاعب أهلاوي هذه اللحظة. هذه الجملة تلخص الجدل السائر، هو الفلوس ولا الأمجاد مع النادي الأهلي؟ على فكرة الأمجاد مع النادي الأهلي برضو فلوس كتيرة، بس مش كتيرة بالشكل اللي ممكن تحققه النهاردة، بالشكل الله أعلم عشوائي ولا منظم. لكن على كل حال هي الجملة دي إنك أنت المجد الحقيقي، وانت قد امنت مستقبلك ومستقبل اولادك واحفادك باللعب بالنادي الاهلي والتحقيق البطولات معه، ان هناك ذكريات تستطيع ان تكترها بفخر وانظروا اليك باعجاب. هذا هو المكسب الهام جدا من بقائك وارتباطك بكيان النادي الاهلي، والذي يدركه الصادقون مع انفسهم. الصادقون مع انفسهم، ازاي يقدروا يدوروا على المجد؟ في نجوم كتير بطلوا، كانوا بيلعبوا في أندية بره النادي الأهلي وجوم النادي الأهلي وارتبطوا بالنادي الأهلي واسمهم ارتبط بجماهير النادي الأهلي وحبهم عند جماهير الأهلي كبير. النهاردة في شغلهم اللي بيحلل واللي بيدير واللي بيدرب، شوفوا أرقامهم وأسعارهم تعرفوا قيمة النادي الأهلي وفضله عليهم. فالاستمرار عن النادي الأهلي وجني ثمار هذه العلاقة بكل ما فيها من أمجاد وحب تثمر طول الفترات بقاء هؤلاء في الساحة الرياضية. مش بس كده، حتى الأمجاد بس انت ذكرت الأعياد الميلاد وكده نعيد على الكابتن مجدي عبد الغني والكابتن أحمد شوبير، ونتذكر الراحل خالد التوحيد. أعياد ميلادهم تصادف هذه الأيام. الفرح منور على روحه الطاهرة الطيبة، وكل سنة والكابتن شوبير والكابتن مجد عبد الغني وكل نجوم الكرة المصرية بكل خير يا رب إن شاء الله.